هلا والله شباب، انا بالسينما. انا ومساعد كنا راح دورة المياه. المهم حبينا نضيع وقت، لان تعرفون النهار عندنا طويل مره مره، يعني نصوم نصوم حوالي ايش كان 18 ساعه، اي 18 ساعه تقريبا نصوم، يعني من الفجر الى من الافطار. عشان كذا يعني قاعدين نضيع وقت انا ومساعد، كلنا بنشوف فيلم كوميدي، وش اسمه واشوفكم بعد الفيلم. ولا دقيقه، خلينا نستنى مساعد. هلا والله شباب، للاسف ما بدنا نصور ولا شيء مع مساعد. اول ما خلصنا من السينما يعني على طول رحنا نفطر. بعد الفطور رحت جبت لي شاشه شريط WWE 2012. ما ادري ليش كذا جاري كذا في عقلي، قلت ابغى العب مصارع، مو بلعب مصارع، ابغى ابقس احد. فقلت اللعبه الوحيده اللي فيها تبقيس يعني ودم وكذا مصارع، مع اني انا مو ما اتفرج عليها. اول كنت اتفرج بتكلم عنها، بسوي كومنتري عليها واشرح لكم سالفتي عن المصارع. غير كذا انا الحين رايح اصلي التراويح، توني راجع البيت، توضيت وجيت الحين رايح اصلي التراويح. بس اتاسف كثير اني يعني ما انا وعدت كثير اني يعني اللي الناس اللي قالوا اني ابغى فلوج وعدتهم اني اسوي يعني مع اصدقائي وكذا وفله، بس للاسف خذلتكم. وش اسوي يعني؟ يعني ما يعني احس انه ما كان عندنا وقت نسوي شيء، لان تعرفون رمضان يعني ابغى اذا افطار لازم تاكل على طول، مو تقعد كذا تستنى ساعه. فعشان كذا يعني كان في زي التوتر. ما ادري اصور ولا لا، ولا حبيت يعني ازعج مساعد بالكاميرا كذا وحنا صايمين كذا. ما يعني تعرف انت صايم يوم كامل تعب، ف صيامنا غير. المهم اتمنى عجبكم الفيديو. ما ادري فلوج بسيط، هو اصلا فلوج بايخ، بدل الناس تفرجوا عليه تقول هذا ايش فيه ذا مريض. المهم يلا مع السلامه.